بالدارجة اليوم بحال اللي قلت لك في الافريق الماتش واعر 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 وكاليفيكاسيون في التاريخ. الحمد لله الحمد لله نشكر كل شيء الجمهور المغربي اليوم معنا كيعطيونا الفرصة باش نربحوا هذا الماتش والحمد لله. هذا الشيء ما فكرناش من بدينا الكوب دي موند ولكن كل شيء كيجينا خدمنا بزاف عليها وحنا فرحانين ودابا باقي معنا ان شاء الله. هذا هو السؤال اللي كان الوالد دائما يقول لنا ما درنا والو الان درنا انجاز اكثر من رائع. كيف جات قبل في الماتش اللي فات حققنا ديجا واحد دخلنا التاريخ حيت الجينيراسيون اللي كانوا قبل منا وصلوا غير للوتشان فينال حنا زدنا الكارت فينال دابا درنا واحد الحاجه اللي حنا راسنا اللي درناها في الافريك يعني زدنا الدومي فينال ان شاء الله. دابا غادي نفرحوا كيفاش نقول ديما غادي نفرحوا اليوم مع عائلاتنا وان شاء الله من غدا غادي نقراو الماتش حيت عارفين بلي كيف درت اشهر مره ملي جيت لقطر عندنا واحد الجينيراسيون ان شاء الله نقدروا نديروا نحققوا واحد الهدف نديروا شي حاجه كبيره وان شاء الله تنشكروا على الجمهور تنشكروا الشعب ديالنا تنشكروا الشعب العربي وتوت لافريك حنا عارفينهم دايرينو دونك الحمد لله. ملي كنقولوا نقدروا نديروا شي حاجه كبيره واش نقدروا نقولوا المغرب بطل ديال كاس العالم؟ حنا دابا لعبنا كلشي لي غون زيكيب كنخافوا على الله. الله اكبر. وان شاء الله اللي جا بسم الله باقي قدام ان شاء الله. نمشيو ايتاب باغ ايتاب نمشيو ماتش ماتش باغ ماتش اليوم نبريبار مزيان هذا الماتش ان شاء الله ربحنا ندوزو دابا لدومي فينال غادي نبريبارو عشان الماتش الجاي وان شاء الله ندوزو الفينال غادي نبريبارو الفينال جوا ان شاء الله. الاوبجيكتيف كان ديالي انا بدا كاين بيرسونالمون هو باش نجي جيت كوب دي موند وقعدت 18 شهر هذا ما غادي يقعد 18 شهر. شكرا ميرسي بوكو برافو الوطن الالماني ميرسي بوكو برافو لك.